بنتي، اليوم غنحضر معكم طريقه سمك الميرنا، كيجي لذيذ بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا ربيع مقطر، قزبر، معدنوس، كمون، ابزار، سكنجبير، فلفل احمر، كركم، ثوم محكوك، شويه الملح. كناخذوا شويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا باش يساعدنا على دمج التوابل. كنوضعوا الزيت والتوابل وربع مقطع وكنخلطوهم حتى كينسجموا جميع التوابل. عاد كنضيف عليهم شرائح ديال الحوت المرينة او ثعبان البحر كيف ما كيقولوا ليه. كنخلطوهم مزيان عاد كنزيدو عليهم الحوت ديالنا وكنحركوهم مزيان باش يتخلطوا التوابل مع الحوت ونخلوهم تقريبا ساعتين او اكثر حتى كتشرب العطريه مزيان. بالنسبه للمرينا ممكن تخلو ليها الجلده، كاين اللي كتعجبو الجلده كاين اللي كيحيدها، الناس اللي كتعجبهم ممكن يخليوها. حتى الطريقه ديال التنظيف ديالو او السلخ ديالها غادي ننزل لكم فيديو اخر كنشرح فيه المراحل ان شاء الله. باش اللي ما كتعرفش تنقيها او تسلخها للمبتدئات نخلي لكم الطريقه ان شاء الله في فيديو لاحق، وننزل الرابط ديال الفيديو في هذا الفيديو اللي غادي نحط ان شاء الله. المهم نخلطوهم مزيان باش تشرب هذيك القامه اللي درنا فيها. صافي ونخلوها ترتاح. المهم اللي كيتشرب الحوت كندوزو في الدقيق عادي كيف كنديرو كاع الحوت وكنقليوه عادي حتى كيتحمر من الجوانب بجوج وكنقدموه بالصحة والراحة. واخا كيكون فيه بزاف ديال الشوك كيجي رائع صراحة، كيجي بنين غير دو معاه البال. اللي عندها الوليدات تحاول تنقي ليهم مزيان مزيان. هذا هو اخر الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الى عجبكم طبعا محتوى القناه.